كيف الدراري، اقسم بالله العزيز عليا. عرفتوا علاش؟ نقدر نقول لكم عزيز عليا اكثر من مرتو، حيت مرتو شويه منافقه، فهمتوا؟ ولكن انت اللي تعافك، وانا كنهضر عليا انا كصديقه ديالي. انت خليك انت راجلها سوقك هذاك، انا كنهضر كصديقه ديالي. كيفاش كتكون معايا اليوم؟ كيفاش كتقلب عليا غدا؟ فهمتوا؟ انا كنهضرش عليك، انت علاقتك انت بعيده عليا. انا مرتو شويه منافقه، فهمتوا؟ مع الناس كلهم ماشي غير معايا انا. هو تيجيني ضريف، تيبقى في سباقته، فهمتوا؟ كاينه كاينه، ما كايناش ما كايناش. نظام مسكين ضحيه ديال الزواج، كل مره تيقول صافي لقيت الزوجه المناسبه ليا، وكيتزوج وتيبغي يدير فاميليا ووليدات وهذا، وكيرجع مسكين تيطيح، تيلقى راسو طاح في هبيل وهبيله، فتيبقى مسكين ديما في نفس الاعاده نفس الاعاده. نتمنى تكون الواد زميه الاخرى لي. فراسك قالت لي بوا عندهم قباره في واد زميه، هذاك دبني. بوا لاباس من عليك وعائشه كامله لاباس من عليك، الا خرجت شويه. المهم انت الحمد لله كومين بخير وعلى خير. قالت لي كي ميتا، قالت لي شريك المقبره ديال واد زم، قالت لي كامله ديال با وناسه اللي مدفونين. انت فين هادشي في واتساب ولا في بريفي ولا في لايف؟ وعفاش كنت في الحبس الزبل. واش هضرتو في بريفي؟ وفي الواتساب. في اللايف فاش كنت في الحبس. قالت لي هذيك المقبره ديال واد زم كلها قالت لي ديال با وبالناس اللي فيها. غير هاد الهضره شو كميتها كميتها غير هاد الهضره. شوف راهي مقبره بناتها ما كاينش. لا لا دابا دابا الوالد اسماعيل اسمه الوالد ديالها عنده فيرما. عنده فيرما ماشي مقبره، مقبره ما كاينش. الارض دير فيها مقبره، ديك الارض دير فيها مقبره. ايوا صافي. انا شوف انا الهضره اللي كاينه كاينه، ما كايناش ما كايناش. ولكن صافي يعني هو هداها للدوله باش يدفنوا فيها الناس، ماشي تقول لهم المقبره راه ديال با والناس ديالها يعني راه ديالهم. لا القضيه هذه ما عنديش درايه عليها. ايوا انا قلت لك باش عرفت انا هاد الهضره، ياك الهضره كاينه. مثلا علاش جاوبتك لحقاش قلتي شي هضره اللي هي كاينه؟ فوالا اجل ما نكذبش، هاد الهضره ديالت غير في العلاقه ديالي معاها، انا ما خدمتش عقلي. هي شوف هي كانت كتخرج في اللايف تعير وانا كنعير حتى تشوهنا ديال بصح. نورمالمون كنخرج معاها مع كل دابا الحمد لله درت عقلي، فهمتي؟ شوف نزار واحد الحاجه اكتضاد اكبر مشكل. شوف نزار انت عزيز عليا، ياك نقول لك واحد الحاجه من الاحسن الله يسهل عليكم بجوج، اوكي؟ نتوما غير طالقينا وداك التبوهيل ديالكم طالقينا في السوشيال ميديا، فهمتي؟ يعني نتوما كتعيشوا بحال هكا كضحكين كضحكوا عادي مع العائله وهذاك وتحطوا للناس، يعني راه الناس اللي في السوشيال ميديا ما كيوريوش داك الشيء اللي نتوما كتوريو، راه حتى هي كيعيشوا بحالكم ولكن كيحاولوا يمثلوا على الناس. نتوما لا ما كتمثلوش، نتوما داك الهبال ديالكم اللي كديروا في الواقع كتحطوا للناس في السوشيال ميديا، فهذا الناس كيبقاو يضحكوا عليكم. شفتي انت كون كنتي دابا كدير غير ميني فلوغ انت وياها وداك الشيء زوين وتقطعوا هذا ومن هنا ومن هنا غتكونوا زوينين، يعني الناس غيبقاو متبعين علاقتكم، وانتوما تتخربقوا دايرين انتوما الكونتات ديالكم بحال السوق بحال اي حاجه كتحطوها، اي حاجه كتحطوها تصور لها تحطها تصور لك رجلك تحطوهم. لا لا ماشي بالدرجه على التناكين. ما وليتيش ترمتها؟ ما حطيتيش ترمتها؟ عندك المخ ديالك تيتفكر غير شي حوايج ما كيتفكرهمش. انا قلت لي عندك ميت والضرر كيرجع لك انت. كنصورها في شي بوجيسيون يعني مع الصبايل، ولكن ديك الحاله انني غادي نهي الشرف ديالي في الدرجه ما نقدرش. ما قال لي شفتو وصل والشرف ديالي كان متابعين ولا عنده هذاك. اوكي ميت خلي حقك الهضره، الشرف ديالي زين بواحد الطريقه غير مباشره بلا ما نضرب عليه الحساب، ولكن بخصوص انني ندير هذه القضيه اللي قلتي راه ولا روتيني اليومي هذا. اويلي انتم راكم درتو اكثر من روتيني اليومي. هذا وجهه المنظور ديالك. واش دابا مرتك شاده في ايد باك وداخلين البلاصه ديال الشيشه ومعنقه وتتبوسو
واش هذا روتين يومي؟ هذا راه ولا روتين قصير. هذا راه ولا انا غادي نجاوبك على جميع الاسئله ديالك. اول حاجه هذيك ماشي قهوه ديال الشيشه فيها الشراب وفيها هذيك كافي اللي زيد فيها غير الشيشه. انا قلت شيشه ما قلتش شراب. خليني نهضر، غادي سولتيني خليني انا نجاوبك. اول حاجه ديك الكافي راه ما فيها لا شراب لا بواط لا والو، ديري فيها غير الشيشه. وكان معنا واحد كيتشيش، يعني الشيشه خصيصا اللي هو غير. انا ملي صورتها ايو الوليد الشيشه بانت، يعني عنقاتو معنقاتو. واش راه كيبقى موزه هذا كاش بغيتي تضربو؟ كيفاش عنقاتو عنقاتو؟ وفكر عليك بالثقه خليه في الدار. انا صورتو ماشي تا ماشي تا لي عطيني الفلوس خليه يمشي يتقهوى مع الرجاله. انت باغا تقنعي راسك بانني درت شي حاجه مخترقه قوانين الطبيعه؟ واش هي معنقه عجوزه؟ شنو غادي ندير؟ معنقه هادي صورتهم في كاين المشكل؟ انا صغيره ونتزوج ما نقدرش ندخل مع الشيخ يعني لهذوك البلايص. كافي ماشي لهذوك البلايص، كافي هذوك البلايص ما نقدرش. ويكون بابا تراجي عربي زعما، ولو ماشي يكون مغربي، ماشي ضروري مغربي، واخا يكون تونسي ولا يكون عراقي ولا يكون كويتي ولا يكون. ما نقدرش ندخل مع بابا تراجلي لهذوك البلايص انا، يعني محتاجه. هذه الفكره اللي واخده في عقلك، مي انا كتبان لي عاديه لانني ما درتش شي حاجه ليا كراف. الغلط الوحيد اللي درت هو الشيشه بانت، وكانت النيه ديالي ناقصه. شي خاصك تعرفي واحد الحاجه فيا انايا، شي نهار ما كنبغيش نبين شي حاجه، راه ما كنبينهاش. ولكن باش عارفين ما كنا كندير والو، بانت سبونطاني. بنت انا ما دارش ليه الحساب، وانا كنقول ليك يعني شوفي، سواء كذبتيني سواء تيقتيني راه ما عندك لا اناقه ولا جمال في هادشي. انا ما دخلني والو فيك، الله يسهل عليك هذيك حياتك. انت اختاريتي حياتك هكاك، يعني دابا انت راه تتسمى كانك انت مزوج بالعالم كامل، يعني انت كتوريهم داك الشيء كامل اللي كيوقع. نو نو مبابيني، انا ننصحك نو مبابيني كلشي. درنا غلط، ولكن دابا علاش هاد الهضره هادي؟ صافي داكشي فات، دابا كنشوفو. كتبغيو تطلعو اكسبلور، ما كتعرفوش باش تطلعو اكسبلور، راه تقدر غير كلمة طلعك اكسبلور بلا ما تبين حتى حاجة. داكشي كان شحال هادي، الحمد لله الإنسان كيتغير. الإنسان من خلال الظروف والأزمات اللي كدوز عليه في حياته، راه كيتغير. معرفتش، الله يسهل عليكم. حاليا دابا الحمد لله هادي هضره موجهه للبيبليك، الحمد لله عندي واحد لوبجيكتيف في حياتي خدام عليه. ما كنقدرش نبين اي حاجه، راكم كتشوفوا النهار كامل وانا غابر، لانه السيم ولا بقيت هنا الا بقيت في واحد البلاصه غير تخلق اي مشكله، اما غندبر على الحبس. هادي كنهضر معكم من نيتي، الا بقيت في واحد البلاصه اما غندبر على الحبس، اما غندبر على المنتف، اما شي حاجه اللي كارثيه. لهذا انا حاليا مكمش وغابر ومخبي دق وسكات. شوف نقول لك، ما تبقاش تقول بحال هاد الهضره، عرفتي علاش؟ انت ما كتعرفش تهضر. القانون ديالك صافي الله، ديالك صافي الله، عرفتي قولي لي ديالك. لا غير واحد السيده من المتابعين ديالي قالت لي ما نقدر. القانون فوق كل شيء، الا انت غلطتي